الملهمة، هذا ما وصفت به ديانا السندي، أول مهندسة عراقية في مجال تطوير نظم الدفع الصاروخي في شركة فيرجن أوربيت بين عامي 2017 و2018. تفوقت السندي لتصبح أول عراقية في ناسا لاستكشاف الفضاء وتصنيع محركات الأقمار الصناعية. مؤخراً لم يعرف العالم أن ديانا ساهمت ضمن فريق أضخم تلسكوب بإطلاقه نحو الفضاء بنجاح وتميز. أنشأت السندي منصة إنستغرام لنشر الفائدة للعراقيات المبدعات ونساء العالم وتشجيع حكومة العراق ودول عربية بفتح الباب أمام قدرات النساء. المجتمع العربي ما يشجع بنية مثلي تدخل بهذا المجال وهذا الاختصاص. الشرق الأوسط ما يوفر لطلاب مثلي مثلكم بفرص وتشجيع وقبول إنه تدخل بالاختصاصات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم. دائما تسمع كلمة عالم ما تسمع كلمة عالمة، وهذا الشيء أحب أغيره. هدفي من هذه الصفحة إنه أزودكم بالأجوبة والموارد إنه شلون تقدر تنجح بهذا الاختصاص. شغلت مناصب عدة في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وعملت باحثة غير متخرجة في مختبر النظائر المستقرة في عام 2015. السندي رسمت طريق النجاح رغم خيبات الأمل والإحباط. ليس هذا فحسب، بل منحت العقول النابغة في العراق الأمل لرفع راية الطموح، وسجلت اسم العراق على أضخم تلسكوب يدور حول الشمس. 20